السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله، أسأل الله أوقاتكم بكل خير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين رب العالمين. الآية 19 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو كصيب من السماء، أو هنا حرف عطف وهي للتخيير، وللتخيير بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ضرب في المنافقين هذين المثلين، وأيهما شبهت به المنافقين فهو صحيح. فسواء شبهت المنافقين بالمثال الناري وهو قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو شبهتهم بالمثال المائي وهو قوله تعالى أو كصيب من السماء، فالاثنين صح، والاثنين بيوصفوا حال المنافقين. كصيب، كصيب هنا جار ومجرور متعلق بخبر محذوف لمبتدأ محذوف وتقديره مثلهم، فالكلمة المحذوفة هي كلمة مثلهم، فيكون المعنى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو مثلهم كمثل صاحب صيب. فسواء شبهت المنافقين بده أو ده فالاثنين صح. وكلمة صيب هي من الفعل صوب يصوب، ومعناها في اللغة هو المطر الشديد اللي احنا بنقول عليه سيول، أو هو السحاب الذي يحمل المطر. من السماء، من السماء هنا جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لصيب، ومعنى السماء في اللغة هي كل ما علاك فأظلك، أي شيء فوق دماغك فهو سماء، سواء بقى كان سقف بيتك أو الشمسية، أي شيء فوق دماغك يسمى سماء، فالسماء هي كل ما علاك فأظلك. فيه ظلمات ورعد وبرق، فيه ظلمات، في هنا حرف جر، والهاء ضمير متصل في محل جر لحرف الجر متعلق بمحذوف خبر مقدم. وظلمات جمع ظلمة، وذكرت الظلمة في هذه الآية بصفة الجمع لأن المقصود فيها ثلاث ظلمات، وهي ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر. فظلمة الليل أول ظلمة، والسحاب عندما يغطي السماء يسبب ظلمة، والمطر عندما ينزل يسبب ظلمة ثالثة، فهذه ثلاث ظلمات، لذلك ذكرت الظلمات في هذه الآية بصفة الجمع. وكما نعلم في اللغة من ثلاثة وما فوق يذكر بصفة الجمع. ومعنى الظلمة أو الظلام في اللغة هو انعدام الضوء، أو هو السواد الذي يسبب انعدام الرؤية مع سلامة الحواس. ورعد وبرق، ورعد، الواو هنا عاطفة، رعد اسم معروف على ظلمات مرفوع مثله. وكلمة رعد في اللغة يراد بها أكثر من معنى، ولكن المعنى المقصود في هذه الآية هو صوت شديد، أو هو صوت قوي يصاحب المطر. هديك معلومة كده على الهامش، من ضمن المعاني المختلفة لكلمة رعد في اللغة قد يراد بها الخوف والتهديد والترهيب، يقال رعد وبرق، وقد يقال رعد زيد لأخيه، رعد زيد لأخيه يعني هدده وتوعده بالشر، ويقال رعدت العروس، رعدت العروس يعني تزينت وتحسنت. نرجع بقى للمهم، ركز معايا. ورعد وبرق، وبرق، الواو هنا عاطفة، برق اسم معطوف على ظلمات مرفوع مثله. ومعنى برق في اللغة هو انفجار ضوئي خاطف يحدث أثناء تراكم السحاب في السماء مع لمعان يصل صداه إلى الأرض. خد معلومة كمان على الهامش، قد يراد بكلمة برق في اللغة السرعة، يقال ذهب كالبرق، ذهب كالبرق يعني ذهب بسرعة، ويؤخذ من كلمة البرق اسم البراق، والبراق هي دابة ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وسميت بالبراق لأنها شديدة السرعة. نكمل بقى المهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون فعل مضارع والواو فاعل، ومعنى الجعل في اللغة هو الفعل، بمعنى أي شيء فعلته فأنت جعلته، يعني أنا على سبيل المثال أقول لك اجعل الماء في الكوب، اجعل الماء في الكوب يعني ضع الماء في الكوب، أو أقول لك اجعل النار تشتعل، اجعل النار تشتعل يعني ولع، ولع النار. فكلمة الجعل تأتي بمعنى الفعل، وعندما تأتي كلمة الجعل في أي جملة أو في أي فعل تؤدي الغرض المطلوب، يعني ضع الماء في الكوب أو أشعل النار، الاثنين دول جمعتهم كلمة جعل، اجعل كذا يعني افعل كذا. أو مثلا جعل الله السماء بلا عمد، جعل الله السماء بلا عمد يعني خلقها، خلق السماء وصنعها بلا عمد، وجعل لكم الأرض فراشا يعني خلقها وصنعها. أصابعهم، أصابع مفعول به منصوب، هم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، ومعنى إصبع أو أصابع في اللغة هو عضو مستطيل في اليد أو القدم محصور فيهما، عضو مستطيل أهو الإصبع، عضو مستطيل في اليد أو القدم محصور فيهما، يعني لا يخرج عن اليد أو لا يخرج عن القدم. في آذانهم،
في آذان هنا جار ومجرور متعلق بيجعلون، وهم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، وآذان جمع أذن، والأذن معنى الأذن في اللغة هو عضو السمع عند الإنسان والحيوان. من السواعق حذر الموت، من السواعق هنا جار ومجرور متعلق بيجعلون، وحرف من هنا سببية، والسواعق جمع صاعقة، والصاعقة في اللغة لها أكثر من معنى، ولكن المعنى المقصود في هذه الآية هو النار التي تسقط من السماء. وأديك معلومة كمان على الهامش، من ضمن المعاني المختلفة لكلمة صاعقة في اللغة قد يراد بها الموت، وقد يراد بها الصوت الشديد أو العذاب المهلك أو صوت العذاب. حذر الموت، حذر هنا مفعول لأجله منصوب، ومعنى الحذر في اللغة هو الخوف أو القلق أو الانتباه أو الاستعداد أو التيقظ. الموت، الموت هنا مضاف لأجله منصوب، ومعنى الموت في اللغة هو زوال الحياة عن الكائن الحي. هديك معلومة كمان على الهامش، الموت أنواع ولكل نوع اسم، فهناك الموت الأبيض وهو زوال الحياة عن الكائن الحي بشكل طبيعي، والموت الأسود وهو زوال الحياة عن الكائن الحي خنقا، والموت الأحمر وهو زوال الحياة قتلا، والموت الزؤام وهو زوال الحياة فجأة، والله محيط بالكافرين. والله، الواو هنا استئنافية أو اعتراضية. الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع، ومعنى الله في اللغة هو من المصدر إله، والإله عند العرب هو خالق كل شيء، وهو المعبود الذي يعبده الناس ويتذللون له ويخضعون لأمره. محيط، محيط هنا خبر مرفوع، ومعنى الإحاطة في اللغة هو الإلمام والتمكن بالشيء والعلم به. معلش أنا بتائل عليك، معلومة كمان على الهامش، يؤخذ من كلمة الإحاطة في اللغة اسم المحيط، والمحيط هو البحر الواسع، وسمي بالمحيط لأنه جامع للمخلوقات المختلفة من أشكالها وألوانها وأصنافها، فلأنه جامع لهذه المخلوقات المختلفة والكنوز والمياه سمي بالمحيط، وهي من الإحاطة يعني الإلمام. بالكافرين، بالكافرين هنا جار ومجرور متعلق بمحيط وعلامة الجر الياء، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والكافرين جمع كافر، والكافر أو الكفر في اللغة هو الستر والغطاء والإنكار والجحود. يقال كفر الشيء، كفر الشيء يعني ستره وغطاه، ويقال كفر الله ذنوبك أو كفر الله خطاياك يعني سترها عن الناس ومحاها من صحيفتك، ويقال كفر بالله، كفر بالله يعني أنكر وجوده وأنكر فضل الله ونعمه، ويقال كفر حق الرجل، كفر حق الرجل يعني جحد حقه. كده احنا عرفنا الآية من ناحية الإعراب والنحو ومن ناحية المعنى اللهوي، ندخل بقى على تفسير الآية أو المعنى المراد. في تفسير الطبري، أو كصيب من السماء، الصيب هو مثال لما أظهره المنافقون بألسنتهم من الإقرار والتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم، والظلمات هي مثال لما في قلوب المنافقين من الشك والتكذيب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والرعد والبرق والصواعق هو مثال لخوفهم وقلقهم من الوعيد والتهديد الذي أخبر الله به سبحانه وتعالى في القرآن الكريم للمنافقين بأن لهم العذاب في الدنيا والآخرة. ومع أنهم كافرون وفي شك من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أنهم خائفون وقلقون ويتساءلون هل هذا صحيح أم لا، هل سيحدث أم لا، هل هذا حقيقي أم لا، لذلك يتقون ويحافظون على أنفسهم من وعيد وتهديد الله سبحانه وتعالى بالنفاق، بأنهم يقولون بألسنتهم آمنا والكفر في قلوبهم. أما في تفسير القرطبي فقال الإمام القرطبي رحمه الله، المقصود بالصيب هو القرآن لما فيه من الإشكال عليهم ولما فيه من الوعيد، والظلمات هي ما يعتقدونه من الكفر والعمى، والرعد هو الزجر والوعيد والتهديد الذي في القرآن الكريم للمنافقين، والبرق هو ما في القرآن من النور والعلم والحجج الباهرة التي تكاد تبهرهم، والصواعق هي ما في القرآن من الدعاء للقتال والجهاد في سبيل الله في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. وقيل المقصود بالصواعق هي تكاليف الشرع التي يكرهها المنافقون، وهي الجهاد في سبيل الله والزكاة وغيرها. ونعوذ بالله من النفاق وأهله، ومن الكفر والشرك وأهله، ونعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. وإحنا يا جماعة خلصنا، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي، وأسأل الله لكم علما نافعا لا ينسى، ورزقا حلالا طيبا، وعملا خاشعا متقبلا. السلام عليكم.